السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير، وياكم سمر راوي من قناة كيف. رجعتكم بفيديو جديد، وهذا الفيديو راح يكون سريع وسهل، هو كيفية تغيير باسورد الراوتر. طبعا بالنسبة لنا احنا بالعراق اغلب راوتراتنا هي تي بي لينك. نفتح المتصفح وندخل الى الراوتر، ندخل عن طريق الاي بي هذا 192.168.0.1، نضغط انتر. اليوزر نيم غالبا هو ادمن على جميع الراوترات اعتقد، وايضا الباسورد هو ادمن. نضغط على اوكي. بعدها اللي راح نسويه كالتالي، نروح على وايرلس، بعدين نروح على وايرلس سكيورتي. ننزل لجوا او نشوف طريقة الحماية. طبعا هذا هو الباسورد الراوتر اللي قاعد استخدمه الي. اذا نريد نغيره نكتب الباسورد الجديد ونضغط على سيف. هذه نهاية الفيديو، اتمنى ما تنسون تسوون لايك وتشترك بقناتي اذا كنت ما مشترك ليصلك جديد القناة. مع السلامة.